الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الرئيس لك الحمد، والضيوف لكم السلام. أيها الحاضرون، إنكم لتعلمون أن موضوعنا هاهذا أبرز أنفع بالفرس. سأسعى أن أحدثكم بالتفصيل إن شاء الله. أيها الحاضرون، أبرز أنفع من الفرس لا شك فيه ولا شبهة فيه. مثلا الفلاحون يأكلون الرز الرطب ويسرعون إلى حقلهم ليزرعوا حقلهم جيدا. هم لا يأكلون الخبز لأن الفلاحون يعرفون جيدا القوة هي في الخبز ليس في الخبز. أيها المخالفون، تصنعون بالرز طعاما مختلفا لا تستطيعون ذلك بالخبز. مثلا الرز البخار، أنتم تأكلون الرز البخار برغبة وسرور، لماذا تصنعون ذلك؟ أتصنعون ذلك بالخبز؟ كلا، لا يمكن أبدا حتى الساعة، تصنعون الرز البخار بالرز فقط. أيها الحاضرون، الذين يأكلون الخبز هم يكونون بليدا من البلداء. كلا 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 كلا، يعيشون في بنغلاديش والذين يعيشون في باكستان بينهم فرق عظيم. الذين يعيشون في باكستان أكثرهم من البلداء، إن لم تصدقوا قولي فاقرأوا كتابا مشهورا. صح 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 صح، المسلم الذي كتبه أشرف علي الثروي رحمه الله حدث في ذلك الكتاب قصة السفهاء يقال لهم بالبنغالي باكام. صح صح. الذين يعيشون في باكستان أكثرهم من البلداء. كلا أكثرهم من البلداء. كلا أكثرهم من البلداء. كلا. الذين يعيشون كلهم في باكستان، وفي جهة أخرى الذين يعيشون في بنغلاديش أكثرهم من الأذكياء يعرفون العالم هذا. لما هذا الفرق بين إنسان بنغلاديش وبين إنسان باكستان؟ سببه سبب واحد من الأسباب. إنسان بنغلاديش يأكلون الرز وإنسان باكستان يأكلون الخبز. أيها المخالفون، أنتم تأكلون الرز وأبوكم يأكلون الرز وأجدادكم كانوا يأكلون الرز. وأجدادكم كانوا يأكلون الرز. أمامكم وحولكم رز بعد الرز، فلماذا تخالفون الرز ولماذا تنكرون نعمة الله هذا؟ لولا كانت الحاجة إلى الرز فلماذا تأكلون الرز كل يوم؟ فأنا أقول لكم أيها المخالفون، إن لم تشكروا نعمة الله فأنا أخاف أن الله يأخذكم أخذة ضارية ويأخذ كل نعمة مصبا ويسلط الله عليكم عذابا شديدا، كما قال الله تعالى في القرآن المجيد: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فتغفر الله إن الشكر والعمل. آمين يا رب العالمين. أنفع كلا 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 كلا.